خرج المئات من المتظاهرين في مدينة برايتون للتهديد بالمجازر الإسرائيلية بحق لبنان والشعب اللبناني، للتهديد باستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هذه المظاهرة التي جابت شوارع المدينة طالبت بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح من قبل المملكة المتحدة وفرض حظر شامل للسلاح حتى تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام العادل للشعب الفلسطيني. أول مطلب هو إنه وقفوا السلاح تبعتوه على إسرائيل، يعني هذا أول مطلب. والثاني معلش خلصنا كذب، يعني كذب كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، بس كأنكم عم تشتروا وقت مش أكتر. الناس هوني كتير كتير متألمة، وأحيان بتحس إنه مش طالع بإيدك شيء، مش طالع بإيدك شيء، بس شوي شوي عم نثبت إنه نحنا بالشارع، نحنا بالصورة، نحنا في إلنا مطالب، ونحنا بدنا نعيش بسلام مثل ما هالبشر كله عايشي بسلام، بس مش عم بيخلونا.